اللهم في هذا اليوم وليتك أمري، فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري. يا رب اجعلني ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته. اللهم أبعد عني عين الحاسد وقلب الحاقد والقريب المنافق، واحفظني بحفظك يا كريم. اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، وهب لنا اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا، ولا تحوجنا ولا تفطرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرا وإليك فقرا وفاقا، وبك عمن سواك غنى وتعففا. اللهم أعطني من الدنيا ما تقيني بها فتنها وتقيني به عن أهلها، ويكون بلاغا لي إلى ما هو خير منها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت. اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم شفائي ودوائي، فأنا العليل وأنت المداوي، أنت ثقتي ورجائي، واجعل حسن ظني بك شفائي. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا أو حاسدا. اللهم إني أسألك توفيقا في طريقي، وراحة في نفسي، وتيسيرا لأمري. رب أعوذ بك من شتات الأمر، ومس الضر، وضيق الصدر. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويرد الدعاء ويحبس الرزق. رب إن كان هناك ذنب يحول بيني وبين تيسير أموري فاغفره لي. اللهم لا تحرمني خيرك بقلة شكري، ولا تخذلني بقلة صبري، ولا تحاسبني بقلة استغفاري، فأنت الكريم الذي وسعت رحمتك كل شيء. يا واسع العطاء ندعوك أن تطهرنا من جميع السيئات، وأن ترفعنا عندك أعلى الدرجات، وأن تبلغنا أقصى الغايات من جميع
جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مفز ولا فاضع. يا رب أعطني بقدر نيتي، فإني لا أنوي بأحد إلا خيرا، وارزقني أجمل مما أتمنى وأكثر مما أتوقع وأفضل مما أدعو. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى، وأنت رب الآخرة والأولى، فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلين، يا شديد القوى، وأزل عنهم البلاء والأسى والجوى. اللهم إنه لا طاقة لي ببلائك ولا غنى بي عن رحمتك، فاكشف به ضري وخلصني من هذه البلية إلى ما وعدتني من رحمتك. انقطع الرجاء إلا منك. اللهم إني أعوذ بك من الغم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من كل عين حاسدة قاطعة للرزق، ونعوذ بك من ناس لا تخاف من ظلم الآخرين. اللهم إنا نسألك أن تبعدهم عنا، وأن تيسر أمورنا لكل ما هو خير لنا. اللهم أبطل أثر عين أصابت رزقا فأمسكته، وأصابت جسدا فأمرضته، وأصابت قلبا فأحزنته. اللهم احفظنا نحن ومن نحب من كل شر، فأنت خير الحافظين. اللهم بلغنا رمضاننا فاقدين ولا مفقودين. اللهم إياك نعبد ولك نركع ونسجد، وإياك ندعو ونحمد، آمنا بك. يا رب نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك كان محذورا. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ودفع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه على نومة الغافلين، وهب لي فيه اليسر والعافية، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم،
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.